فهد بن فهيد بن علي الهاجرية، وفي المركز الخامس هلاك في المركز الخامس في هذه اللحظات للسيد حمد بن صويح بن سالم العامري، وفي المركز السادس تغير إلى المركز الخامس المايدية للسيد أحمد بن محمد بن علي الزرعي، وفي المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس في هذه اللحظات حشيمة للسيد مطوع بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي، وفي المركز السابع العبور للسيد حمد بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي، وفي المركز الثامن الضبية للسيد مكتوم البادي بن محمد الحرسوسي، وفي المركز التاسع الشاهينية للسيد سيف بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، وفي المركز العاشر الذهيبة للسيد أحمد بن محمد بن حليس الاجتبي. هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، ونشوف التغيير طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. أمجاد تغير إلى المقدمة، أمجاد للسيد مبارك بن راشد بن سعيد الشامسي تغير إلى مقدمة هذا الشوط. انتباه وصلت مع فهد بن طحنون الهاجري، بو فهيد متواجد مع انتباه يقول لهم انتبهوا أنا موجود وشعاري موجود على الأرضية الميدان. يا سلام على هذا الأداء المتميز، انتباه بدأت تنتبه وتغير وتندفع إلى مقدمة هذا الشوط للسيد فهد بن طحنون الهاجري إلى المقدمة، بدأت تباعد بدأت تغادر. يا سلام يا ابو فهيد على هذا الاداء المتميز، مالك جلمود صاحب الانتاج الطيب في كل ميدان وفي كل زمان. ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني امجاد للسيد مبارك بن راشد بن سعيد الشامسي، وفي المركز الثالث الضبيه للسيد مكتوم بالبادي بن محمد الحرسوسي قادمه وتغير وتنتقل الى المركز الثاني، عينها على مقدمة هذا الشوط، عينها على المنافسة. وصل عاشق سلالة شاهين، يا سلام مع مياسة للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي باحث عن النقطة الثانية في صباحي هذا اليوم. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع في هذه اللحظات الحائزة قادمة للسيد يحيى بن الصغير بن قنون بن إرادة الاجتبي، وفي المركز الخامس نشوف يا سلام الظبي للسيد مبارك بن دغاش بن محمد العامري، وفي المركز السادس السمحة للسيد سعيد بن مطار بن محمد الرميثي. نرجع إلى المقدمة، يا سلام يا مياسة، مياسة الشكل مياسة العود تتمريح على مقدمة هذا الشوط بقيادة مالك السيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام، باحث عن السلام للمرة الثانية إلى هالي جميرة وشواطئ جميرة مع هذا الشعار المميز، شعار عاشق السلالة الشاهينية. سلام يا جميرة، سلام على هذا الأداء المتميز. هذه لأبناء جميرة قادمين وينافسون في كل مكان وفي كل زمان. مشكور يا بن رشيد على هذا الأداء المتميز. هاه يا مياسة، مياسة الشكل مياسة العود تقترب من خط النهاية. والسلامات إلى هالجميرة، واسعد الله صباحكم للمرة الثانية على التوالي. تهانينا للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي المركز الثاني. المركز الثاني الشاهينية للسيد غدير بن عبيد بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثالث للسيد يحيى بن الصغير بن قنون بن إرادة الاجتبي، وفي المركز الرابع الشاهينية للسيد هزاع بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، وفي المركز الخامس. بقية المراكز نترك الأعضاء خط النهاية. تابعتوا ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، شاهدتوا المنافسة القوية الذي
شاهدناها والتغييرات وخط النهاية كان شاهدا ومحتضنا أيضا راعية المركز الأول مياسة بنشاطها بحيويتها باندفاعاتها الجميلة في زمن وغدر 6 دقائق 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي والذي وصلت في المركز الثاني. نشوف اللي وصلت في المركز الثاني، هذه اللي وصلت في المركز الثاني الشاهينية 6 دقائق 7 ثواني جزئين من الثانية فاجأتنا عند خط النهاية واحتلت المركز الثاني. تهانينا للسيد غدير بن عبيد بن علي الاجتبي والذي وصلت في المركز الثالث الحائزة 6 دقائق 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد يحيى بن الصغير بن قنون بن إرادة الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس. مستمرين مشاهدينا الكرام.